السلام ورحمة الله. اليوم كان ترتيبنا رحلة صيد على أن نروح نصيد غزلان وكذا في منطقة في الجنوب، لكن ما الله أراد، كان لازم رخصة. ماشيين إن شاء الله. أي خدمات لكم؟ جزاكم الله خير. الله يحييكم. شكرا يا دكتور شمس. فالترخيص يبغى له 3 أيام، يجي من دار السلام. تدفع مثلا على الغزال $100 مثلا وتاخذ رخصة، ويشوفونك هناك الحكومة واللي تذبحها، ما يجوز لك تصطاد أكثر من اللي محدد في الأوراق. اليوم غيرنا لمنطقة ثانية إن شاء الله. برضو جزاهم الله خير الاخوان، عملنا بقره لدار الايتام اليوم، وعملنا بقره لقريه ثانيه اليوم من فضل الله، ثم افضلكم انتم، ما لها احد يعني فيها فضل. جزاكم الله. السلام عليكم. المقطع حق اقبال الهندي انتشر شويه. اقبال مشرف على المركز دعوه التوحيد من سلاله الهنود، يعني سلالة الهنود بنوه وجاهد تزوج بنتهم وأشرف عليه، ويصرفون لهم مكافآتهم ويعطون معونات، وكلها تحت اشراف مركز ذو النورين للشيخ سعيد. الشيخ سعيد بن عبري شخصية عظيمة عصامية، جاءت من الهند من اليمن زمان، وصل هنا واخذ الجنسية وتزوج واسس تجارة عظيمة، والان متفرغ لاعمال ويشرف على مركز التوحيد هذا اللي فيه الهندي، ويشرف على مراكز كثيرة جدا ومدارس كثيرة جدا، ويبنون ويحفرون ابار وعنده مستوصفات. يعني الشيخ سعيد له افضال كثيرة جدا. سعيد بن عبري الله يحفظه له افضال كثيرة جدا على تنزانيا، وبالذات على الدعوة في تنزانيا، ولهم اعمال ونشاطات كبيرة جدا. يمكن صورتها لكم في الكتيب اللي عرضته قبل. وإن شاء الله أن اليوم تشوفوا الموقع، حيكون جوار نهر، وحيكون في غابات، وفيه أشياء جميلة، وصيد وسباحة، زي ما تقول البيع الخضار والبصل في مدينة شاف سيارة وقفت، راعي البصل لا انطلق على مسافة 200 متر 300 متر يترزق الله، انباعها ولا رجع به هو زميله ذا في السوق حق الخضار، الله أعلم كم. هذا انطلقوا من هنا يحاولون يبيعون كمية البصل هذا للسيارة اللي جت في السوق، يتسابقون كأنهم أسود. هذا انطلقوا من هنا يحاولون يبيعون كمية البصل هذا للسيارة اللي جت في السوق، يتسابقون كأنهم أسود. طالعين الآن إن شاء الله اليوم رحلة شوي ومضغوط على بحر رواحة أو نهر رواحة بإذن الله. تكلم عدة لغات، عربية وسواحلية والهيهاوية. كيف الهيهاوية فرج؟ الهيهاوية تتكلم سامت وبي تقول الهيهاوية يتكلمونها زي ما تقول قبائل، يعني السواق ما يفهم ايش تقول الآن. السواق ما يفهم، هو عنده اللغة الثانية. اوف قرى. نعم نعم، هذه قرى في تنزانيا زي ما تلاحظون ما شاء الله. هنا في تنزانيا كل تريلاتهم من نوع سكاينا، وفي اوغندا، في اثيوبيا نوع فلفو، كلها تقريبا بشكل عام. ما شاء الله مستوصف آل الشيخ ومسجد آل الشيخ هنا في طريق رينجا، راجعين الى اديس ابابا، او عفوا الى عاصمه الى دار السلام. ايش اديس ابابا؟ المسجد هذا اللي بنيه آل الشيخ بنته مؤسسة ذو النورين المشرفة عليه هنا في، شوف جنبه هذا جنب المسجد الدجاج والعالم الموز. هذا المسجد وهذا الغسيل هنا، دورة المياه، في شيء عليه خياش للترويش، وفي حمامات عادية، والدجاج في الحوش جنب المسجد اللي حنا فيه. شوف الموية من هناك زي النهر ماشي تودي مزرعة الموز، زي النهر كامل. شبه غابة، شبه الأشجار كيف فوق عملاقة، ما تقدر تمر نهائيا. داخل المسجد ممنوع، وتمر من داخل المسجد حتى توصل إلى هنا، وتأخذك واحدة من الزنوبات هذه تروح بها الحمامات، وتمر في الممر هذا ممنوع تمشي بحذيان، يعني لابد أن تمشي. الزجاجة حصلتها في هذه بذرة الفول، ويطلع منها فقاعات زي كذا حول المسجد في الأماكن اللي حول الدكاكين، الله أعلم الشيء. هذا مسجد آل الشيخ اللي يعتبر ضخم وكذا، شوفوا فرشه كيف وحاله، وهذا من أضخم المساجد الموجودة يعني تقريبا، بس الخشب هذه موضوع في كل مكان. جنب المسجد جالس يبيع أشياء غريبة زي العود وزي المدري زي الخشب زي المدري زي المقويات زي المدري علب جنب المسجد. في محاولات يقصون الشجرة هذه، شوف كم ضربوا فيها، لكن شجرة عملاقة يا جماعة يبغى لها تراكتر، شوف ها 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 عشان تنقص
يضبط سيارته للانطلاق. في احدى القنوات في المزرعة جميلة له. سبحان الله، يأكلون الطحالب اللي في الموية، ينزلون رؤوسهم ويأخذون الطحالب ويأكلونها. وعزبتنا وكل شيء جاهز، وشبينا النار وشوي ونشد قدر الضغط هنا تحت الشجرة العملاقة هذه. أجمل مكان. هذه مدرسة مبنية لكن ما في مدرسين وما في إدارة تمسكها، فتوقف العمل، يعني ما عاد فيها أحد، بنتها السعودية وما لقوا فعل خيري. فعل خيري يمل، شوفوها كيف فصولها، صبور قدام صبورة وراء، بنتها جمعية آل الشيخ السعودية لكن ما لقوا أحد يكملها. بيقول مستعد يشغل المركز لو وجد، لأنه مخرج من عندنا من السودان، لو وجد مبلغ مالي يستطيع يشغل المركز اللي قلت لكم عنه الحين سيشغله للجنوب كامل، سيعملون مركز الجنوب كامل. يعني هذا المركز، يعني أيه؟ مركز الذي أسس المؤسسة، أيه؟ يعني لو وجد من يكفله نحن سنقوم، يعني كأننا موظفين طلاب. درستم في الجنوب الآن تعملون في الشمال، الآن تحتاج الجنوب دعوة؟ الإسلام ضعيف؟ نعم الإسلام ضعيف جدا، تحتاجون دورات حتى الناس، بعض الناس يكفرون بعدم وجود معرفة الدين، ولذلك يرون أن الإسلام وغير الإسلام شيء سواسية، لكن في الحقيقة نريد أن نعمل دورات يعني مكثفة. المبنى جاهز، فقط يحتاج ترميم بسيط، ترميم بسيط وأربعة معلمين. وأربعة يلا خير، إن شاء الله نجد من يدعمكم لإعادة المدرسة للعمل. يكفيكم ألف دولار في الشهر لكم كلكم؟ إن شاء الله ممكن يكفي. يلا جزاكم الله خير إن شاء الله. نار والحمد لله الأمور جيدة. في تنزانيا، في جنوب تنزانيا 520 كيلو عند دار السلام. عجيب، كلها اشجار عملاقة وسط البيوت، ما ادري تلاحظونها معي. سبحان الله. اشجار عملاقة، انا مر من وسطها الان. عرضها 3 متر 4 متر الساق. يعملون في المزارع. المزارع في تنزانيا. مزارع يجي من النهر، سد ويجي من النهر. ما شاء الله، هذه أغنامهم. هين هذه مزرعة موز وسقيها من النهر، يعني حاطين سد فوق يجيب للمانجا ويجيب للموز ويجيب لل. إن شاء الله نأخذ منه الحين. الزراعة مكثفة زي عندنا في السعودية مرة. شوف هذه فيها ذرة بباية، عندهم عاد كثير جدا البابايات. كثر موي. يحرقون اللي جنب المزارع من كثر العشب. شو المنطقة هذه كلها، شوف ديك مانجو خلفها نهر. يحرقون اللي جنب المزارع من كثر العشب. شو المنطقة هذه كلها، شوف ديك مانجو خلفها نهر. شايفين فيها هذه برتقال مليان تحتنا من البرتقال.
هذا موز الان جاهز انه يقصه لنا ان شاء الله. ناخذه كبير ما شاء الله عملاق. ايت ما عندهم حراثات، يشتغلون بيديهم ويزبطون مزارعهم بيديهم ويسقونها بيديهم، الله يعينهم على الحياه. كل شيء باليد حتى بقر ما في. دخل سطل هذا المده 3-4 ايام يطلع لونه اصفر كذا ناضج، ينضجون عن طريق سطول البلاستيك الانضاج. رائع طعمه. أشجار عملاقة جدا يا جماعة، شوف البيت الكوخ اللي جنبها، مزارع من كل جهة حولها في تنزانيا. شيء رائع، شيء رائع. هذا الكوخ فيه البيت وفيه مدري ايش، فيه القش، روعة. من الطين داخله بارد، الكرسي كل شيء فيه. على سجيتها وسط الغابات. هذا إمام المسجد اللي يصلي بالناس، لا راتب ولا شيء ولا حاجة، يتغدى معنا. شوف حتى ملابسه مسكين كيف، وكبير في السن ويصلي مجانا بالناس. راح الآن نهر رائع، لكن مشكلته كله تماسيح، ماني قادر أحد يسبح أو يغوص أو شيء، كله تماسيح تقريبا، خطير. نهر رواحة الرائع. تنزانيا رواحة، نهر رواحة. سجي لك تنزانيا ما شاء الله يا الأرض، تنزانيا هذه حتى الموز في الخلاء. تنزانيا في تنزانيا يتسوقن الآن في العصر، كل واحدة محملة ولدها ما شاء الله عليهم.